الاستغفار، فوائد الاستغفار وآثاره. تعود توبة العبد واستغفاره عما ارتكب من أخطاء في حياته بفوائد جليلة وآثار عظيمة تنفعه وتقويه في نفسه وحياته. ويذكر من فوائد وآثار الاستغفار ما يأتي: 1- نيل القرب من الله تعالى وكثرة التعلق به، وكل من شغل المسلم بذكر الله زاد قربه منه. تفريج الكرب وانشراح الصدور وذهاب الهموم والغموم سبب في دخول جنات النعيم والتمتع بما أعد الله تعالى لأهلها، سبب في صفاء القلب ونقائه والشعور بالراحة والطمأنينة، مكفر للذنوب. فالأكثر من الاستغفار والمداومة عليه من أسباب مغفرة صغائر الذنوب وكبائرها إن تحققت شروط التوبة. أيضا الاستغفار سبب في نزول الغيث وبركة المال وإنبات النبات. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إضافة إلى أنه سبب للإمداد بالقوة والمنعة، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سبب في استحقاق منير رحمة الله تعالى، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كن في تكفير الأخطاء التي تحصل في المجالس بسبب الحديث الذي يدور فيها ولزوم الاستغفار بعد كل مجلس يكفر ما بدر منه من سوء. سبب في النجاة من النار وفي المقابل نيل الدرجات الرفيعة في الجنان. للاستغفار فوائد وثمرات كثيرة يذكر منها: تكفير الخطايا والذنوب، فالذي يستغفر من ذنبه يغفر الله له خطاياه، وهذه المغفرة تختلف باختلاف درجة التوبة، فقد تشمل المغفرة الذنب كله حتى يعود العبد خاليا من الذنوب، وقد يخف المغفرة من الذنوب وقد يكفرها بالكلية. دخول الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين الذين يستغفرون ذنوبهم ويتوبون عن خطاياهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات أعلاه: الوقاية من الخزي الذي يلحق بالكافرين والمنافقين يوم القيامة، فلا يفضح الله المؤمنين المستغفرين ولا يخزيهم أمام الأشقاء، ويوم ترفع الحجب وتتجلى حقائق النفوس والأشياء. أسأل الله أن الله يحمينا ويحمي من سمع هذا الكلام يوم لا حول ولا قوة إلا بالله من الخزي يوم القيامة. إيمان العبد في الذنوب والخطايا تضعف إيمان العبد، وقد تحدث شرخا في نفسه وقلبه، وقد تحدث نكتة سوداء في قلبه. ومن شأن الاستغفار التوبة من الذنوب محو أثار تلك السيئات وإعادة الإيمان للنفس. ولذلك ربط الله في كتابه العديد بين التوبة من الذنب والإيمان، ذلك أن الإيمان يجعل العبد على إدراك الذنوب وتمييزها ويدفعه إلى اجتنابها خشية من وعد الله وعده. بالتالي يظهر أثر الإيمان في استغفار المؤمن وتوبته الدائمة من ذنوبه التي اغترفها في حق الله تعالى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. زيادة الرزق وتكفير البنين وشيوع الخيرات ودوام النعمة على الإنسان، فثمرة الاستغفار والتوبة تجلى في نزول الغيث من السماء مدرارا فتجري الأنهار وتنبت الزروع والثمار. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هناك آثار للذنوب والخطايا تمثل بحرمان العبد من رزقه، وقد يكون هذا الحرمان محسوسا بحيث يمنع الله عن العبد بعض النعم الدنيوية، وقد يكون هذا الحرمان معنويا بحيث يحرم العبد نعمة التوفيق إلى الخير. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر.
دفع العذاب عن العباد، فللاستغفار ثمرة عظيمة في الوقاية من عذاب الله الواقع بالمذنبين. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا تفكر كثيرا بل استغفر كثيرا، فالله يفتح بالاستغفار أبوابا لا تفتح بالتفكير. قول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: والمستغفرين بالأسحار. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وبالأسحار هم يستغفرون. وقت السحر هو ما قبيل طلوع الفجر، وقيل هو من ثلث الليل الأخير إلى أول طلوع الفجر. ويقول الله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا والوالدين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أسباب عدم تحقق آثار الاستغفار: قد يستغفر العبد كثيرا ويتساءل ويتعجب إن لم يجد أثرا لاستغفاره في حياته، والحقيقة أن غياب آثار الاستغفار له أسباب عدة، وفيما يأتي ذكر لبعضها. التلفظ بصيغة الاستغفار بالقول فقط دون استشعار معناها في القلب، وعدم الحرص على الصدق فيها، فيكون الاستغفار مجرد كلام يتلفظ به دون رغبة صادقة. عدم تحقق جميع شروط الاستغفار: فالاستغفار شكل مشكال كالدعاء كما سبق الإشارة لذلك، وهذا يعني أن الاستغفار شروطه ومانع، فإذا اختلت شروطه انتفى أثره. عندما يكون العبد قاصد باستغفار معنى التوبة عن المعاصي المرتكبة، فلا ينفع حين الاقتصار عن الاستغفار باللسان، بل وجب في حقه تحقيق شروط التوبة الصحيحة ومنها الإقرار بذلك. حكم الاستغفار: إن الأصل في الاستغفار الندب والاستحباب، لأنه قد يكون في غير معصية. قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقد ينتقل حكم الاستغفار إلى الوجوب كاستغفار المسلم عند ارتكاب المعصية، وقد يكون مكروها كما يرى المالكية في حق من يستغفر الميت خلف الجنازة، وقد ينتقل حكم إلى الحرمة كاستغفار لمن كان كافرا. ويستحب المسلم أن يكثر من استغفار الله تعالى وسؤال المغفرة والتجاوز عن المعاصي والهفوات التي بدأت منه، وعن الأوقات التي قصر فيها عن عبادة الله تعالى والتقرب إليه سبحانه وتعالى. الكثير من العبادات والأعمال الصالحة التي تقربهم إليه وتجبر النقص الحاصل فيما أدوا من العبادات والفرائض، وتبدل سيئات بحسنات وتزيدهم فضلا وأجرا، ومن تلك العبادات ذكر الله تعالى واستغفار استغفارا حقيقيا نابعا من القلب. وينبغي للمسلم عند الاستغفار أن يجاهد نفسه في استشعار معنى الاستغفار في قلبه حتى يصل إلى المراد منه في حياته وآخرته. يقول الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحان الله، هذه الآية آية عظيمة تعطينا الأمان. نسأل الله أن الله يلهمنا الاستغفار. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: وكل ما يصيب مؤمن من الشر فإنما هو بذنوبه، والاستغفار يمحو الذنوب ويزيل العذاب. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وعن ابن عمر قال: أن كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال: رب وعزتي وجلالي لا أزال وأغفر لهم ما استغفروني. اللهم أن يستغفرك وأتوب إليك. اللهم أن يستغفرك وأتوب إليك. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافع؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أوقات الاستغفار: شرع الله تعالى المسلم أن يستغفر ويعود إليه في كل وقت، وخاصة بعد اختام الأعمال الصالحة لجبر النقص الحاصل فيها، وحين انتهى من الصلاة. ويجب على المسلم أن يستغفر الله أن ارتكب أي من المعاصي والآثام. ومن أفضل أوقات الاستغفار وقت السحر، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالأسحار
وبالأسحار هم يستغفرون. أو استحضار عظمته وهيبته ومعرفة مقامه والحرص على رضاه وتجنب سخطه والخوف من عذابه. تذكر الموت والاستعداد له وتحقير الدنيا وتعظيم الآخرة، وتذكر أن الموت لا يقف أمام طفل أو شاب أو عجوز، واستغفار المسلم نفسه خلال حياته أولى من استغفار الناس له بعد موته. فالعاقل هو الذي يغتنم حياته قبل مماته، والترغيب في الجنة والترهيب من النار يجعل المسلم دائما على الطاعة والاستغفار. أسأل الله أن الله يغفر لنا ويتوب علينا. أستغفر الله وأتوب. معرفة عاقبة الذنوب والمعاصي وأثارها وأنها سبب في البلاء والغفلة والشر وضيق الرزق وبغض الناس وعدم التوفيق للطاعات، والاستغفار بدفع الأثم والبلاء الناتج عن الذنوب والمعاصي. نسأل الله العفو والعافية. مجاهدة النفس الأمارة بالسوء والاستعانة عليها بالله عز وجل. والنفس ذات صفات متعددة، فهي تميل إلى إرادة صاحبها، ولهذا فإن الإنسان أن يرقى بها من عالم المحسوسات ويجاهدها بالتوبة والاستغفار والتهذيب إلى الارتباط بالعالم الإلهي. كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يغفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. صيغ الاستغفار: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عند الخروج من الخلاء: غفرانك. دعاء ما بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طريقة الاستغفار: صيغ الاستغفار في القرآن الكريم. طبعا صيغ الاستغفار في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآية: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صيغ الاستغفار في السنة النبوية. طبعا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الدعاء الذي يكون في الصلاة ما بين التشهد والتسليم: قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، ما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أسباب المغفرة: أسباب مغفرة الذنوب والخطايا منها ما يأتي: الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا عمرو بن العاص: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ التوبة النصوح: وتكون من خلال ترك المحرمات التي نهى الله عنها والندم على ارتكابها مع عقد العزم على عدم العودة إليها مستقبلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. الاستقامة على طاعة الله تعالى بلزوم الواجبات وترك المحرمات. الإيمان الصادق بالله تعالى، وهو يتضمن إيمان العبد بربه وملائكته وأنبيائه وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، وإن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إلى جانب إيمانه بالبعث بعد الممات والجنة والثواب والنار والعقاب، لزوم العمل الصالح
من صلاة وذكر وصيام وصدقة وبر وصلة للرحم وإحسان الجار والثبات على الإيمان والاستمرارية في العمل الصالح إلى حين وفاة، فيختم الله على عمله بالصالحات. وفي السنة بيان لفضل الأعمال في محو السيئات، ففي الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الأكثر من الاستغفار، إذ ينبغي المسلم أن يحرص على الاستغفار من ذنوبه على أي حال وفي كل مكان، فيستغفر بيته وأثناء مسيره في الطرقات والأسواق وعند مجالس الناس. ففي الحديث من أكثر من الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الدعاء والاستغفار للميت، ففي السنة بيان لفضل صلاة الجنازة عن الميت في غفران ذنوبه وتحقق الشفاعة له وتصدق عن الإنسان بعد موته، والدعاء والاستغفار له والوفاء بنذره والصيام عنه، الحج المبرور الخالي من الرفث والفسوق. ترديد الذكر عند الاستماع إلى الأذان، ففي الحديث من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالسلام دينا ومحمد رسولا وبالسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفقد تأمين الملائكة لتأمين العبد داء عدد من الأعمال الصالحة من صلاة ركعتين بعد الوضوء والاجتماع على ذكر الله والمسح على الحجر الأسود والابتلاء بالأمراض والأسقام. ففي الحديث أن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكتي يا ملائكتي ملائكتي أنا قيدت عبدي بقيد من قيده فإن قبضته غفر له ونعاقه فحين ذن يقعد ولا ذنب له. الأمان الثاني عندما قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهذا أمان. والثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قال ابن عباس كان فيهم أمانان، نبي الله والاستغفار. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضى، اللهم صل عليك محمد، أما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى في سورة الذاريات وبالأسحار هم يستغفرون، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فاغفر له. يقول الرسول العظيم اللهم صل عليك محمد والله أني لا أستغفر الله وأتوب إليه اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول الرسول اللهم صل عليه من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. من أراد مغفرة الذنوب، نزول المطر، الغنى من الفقر، الذرية، الفرج من الهم والغم والشدة والكربات فليكثر من الاستغفار. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم. يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل عليه فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى يشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل وأكون ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. إن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي.